كخمس العاب. الفكره فيه مش ان هم عددهم كبير، يعني عندنا الثلاثي الحديث لعبه صعبه جدا بس كلها ليها نمط واحد هو التحمل، انما الخماسي خمس العاب كل واحده ليها نمط مختلف عن الثاني، فما ينفعش تقول ان في بطل خماسي حديث هو بطل عشان ربنا وهبه او هو موهوب بشكل معين فبقى بطل خماسي حديث. ما ينفعش، هو اخره هيكون بطل في موهوب في رياضتين وفي رياضه متوسطه، ولازم هيكون عنده رياضه او اتنين تانيين محتاجين تطور جامد. فهي صعوبه الخماسي الحديث في ان كل رياضه ليها نمط مختلف عن الثاني. انت لو جيت تبص للفروسيه محتاجه خبرات كبيره ومحتاجه جوانب نفسيه اكتر وجوانب عقليه اكتر حتى من البدني، محتاجه بدني مختلف عن بقيه الرياضات. كذلك المبارزه لعبه بتحتاج خبره وبتحتاج تدريب معين وليها نمط مختلف في الكفاءات العصبيه والقدرات اللي هي البدني مع الذهني وهكذا. هتلاقي ان الرمايه والجري مختلفين تماما غير الرمايه العاديه، انت بتضرب الخمس طلقات كل 800 متر، يعني بتضرب خمس طلقات بعدها 800 متر جري في اربع مجاميع متواصل، وده اكتر ايفنت او ده اكتر جزء في السبق في الخماسي الحديث احمد الجني متميز فيه، يمكن احنا من اول رقمين في العالم اخر 3 سنين. انا شايف ان اصلا اي حد يكون بيلعب خماسي حديث على مستوى البطوله هو بطل اساسا، انه يقدر يجمع بين النشاطات الخمسه وبين الحاجات المحيطه بيها وبين دراسته وبين الحاجات المسؤوليات اللي عنده في المجتمع عموما وبين عيلته وهكذا، ده اساسا في حد ذاته بطل. فانك انت تكون بطل فيها بقى من الناس المصنفه العالم انت كده حد اسطوري يعني، والموضوع ما ينفعش يكون قائم على اللاعب بس. يعني ممكن في رياضات تلاقي ان هي اللاعب بيحقق بطولات عشان موهبته وهو عايز، ممكن يبقى ده كفايه في رياضات كتيره، انما الخماسي الحديث لازم المنظومه كلها تبقى كده. لازم لو اللاعب موهوب لازم يكون الاتحاد اداره موهوبه ومحترفه، لازم يكون الاهل واعيين، لازم يكون الجهاز الفني مش بس بقى يعني مش بس على علم، ده اساسي، لازم يكون مخلص جدا لان الموضوع ما بيبقاش سهل، لازم يكون في اخلاص وتجرد ولازم يكون في تنسيق ما بين الجهاز وبعضه بشكل كبير، ما بيبقاش فيه حاجات شخصيه خالص، لان هي دي على المستوى البطوله في لعبه زي الخماسي الموضوع ما ينفعش يكون فيه دروب واحد. يعني ان يمكن الناس تستغرب والناس بتبقى دايما متوقعه بان الميداليات في مصر بتيجي يا اما رياضات احنا اصلا اقوياء فيها يا اما بتيجي بالصدفه او ان الطريقه مع الرجال اللي انت قابلتهم كان سهل. خماسي حديث مش كده خالص، خماسي حديث انت بتتحط في موقف المنافسه مع 36 لاعب في الخمس ايفنتات، ما فيهاش مفر. انت عشان الناس برضو تبقى متابعه الخماسي ماشي ازاي، انت اول ثلاث رياضات بيبقوا في اليوم بيبقى المبارزه والسباحه والفروسيه، بتجمع فيهم نقط وبناء عليهم بتتحدد زمن جريك. يعني انت مش بتجري مع الناس مع الطلقه بتاعت البدايه في الجري اللي هو عباره عن خمس طلقات و800 متر جري في اربع مجاميع متواصله بنهائي زمن، انت بتبدا الجري حسب نقطك. يعني انت لو معاك 1000 نقطه وفي واحد تاني معاه 1020 نقطه يبقى هيطلع بيك ب 20 ثانيه النقطه بثانيه. بالنسبه للنقطه بتاعت احنا بقى كنا متوقعين الميداليه ولا لا، احنا كنا متاكدين من الميداليه وكنا طمعانين في كرم ربنا وعارفين ان احنا، لان في بوادر، يعني في بوادر واسباب ربنا مديها لنا كتير، هي دي كانت اللي بتدينا مؤشر ان احنا هنجيب ميداليه، ويمكن احنا تعرضنا لاصابه خطره او اصابه ممكن كانت انها توقف الرحله خالص قبل الاولمبياد باربع شهور. بيطلع على الخيل فالخيل اتحرك فراح كتفه حصل فيه خلع جزئي، خلع جزئي طبعا لو كبسوله الكتف اتضرت خلاص بيبقى الموضوع صعب، الموضوع هنا مش موضوع عضلي، بيبقى حصل ضرر في الكبسوله نفسها. عشان كنا احنا بقى بنبدا التاهيل المناسب وياخد الوقت الكافي من غير استعجال وفي نفس الوقت نحافظ على ادائه في كل الرياضات الثانيه او ازاي نقدر نمرنه في كل الايفنتات اللي مطلوب منها كل احتياجاته من غير ما نكون بنأذي المكان ده ومن غير ما نكون بنيجي عليه، يعني او نقدر نكون عازلين المكان بتاع الاصابه ده قدر الامكان. ده كان التحدي الاكبر بالنسبه لنا في بدايه التاهيل. يمكن الحاجه اللي بتاخد اربع اسابيع احنا لقينا استجابته ليها اسبوعين، وكل فيز او كل مرحله اتاخدت في وقت اقصر من اللي احنا متوقعينه، ومن هنا كانت جايه المؤشرات بتاعت ان احنا فعلا ربنا كاتب لنا ميداليه. ويمكن الاصابه دي جت في التوقيت ده، دي يمكن بقولها له دايما عشان ما نختارش، عشان الميداليه ما تجيش في وقت ونقول اصل احنا اللي عملنا، لا هو في الاخر توفيق ربنا وهو في الاخر ربنا اللي استرها معانا. يعني احنا بناخد بالاسباب بس هو ربنا بيجي يديك اوقات رسائل ان انت خلي بالك هو مش انت. لسه كنت بكلمه قبل دي حاجه من الحاجات بقى اللي هي بكلمه في الاتوبيس يوم ما كنا رايحين الفاينل ده، يوم اللي هو الفروسيه والجري والرمايه، فبقول له يعني ربنا ادانا شواهد كتير، فبقول له ايه، بقول له وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. يعني انت دلوقتي خلي بالك ان هو الموضوع متعلق بالتوكل وان هو ربنا ادانا الاسباب، احنا ما عملناش حاجه. ودايما حتى بقول له لازم ندعي ان ربنا يرزقنا الاجتهاد والتوفيق، ان حتى اجتهادك في الحاجه ده انا شايف انه مش بايدك، يعني انت ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ من الكسل، يعني فانت ممكن عادي جدا تبقى يعني ما عندكش الطاقه دي، هو ربنا زرع فيك حاجه وبيهيئ لك الاسباب لانك تحققها. فانا دايما بدعي حتى مع مش عايز اقول الطلبه بقى عشان ما ابقاش كبير، يعني حتى في الدورات وفي كده
بنتكلم ان ادعي ربنا يرزقك الاجتهاد والتوفيق الاثنين يعني، عشان حتى لو انت رزقت التوفيق بس ممكن تكون نفسيا مش راضي يعني، انت ما عملتش اللي عليك برضه، فانت مهم جدا تعمل اللي عليك عشان ربنا يكافئك يعني. فالميدالية احنا كنا بشكل بنسبة 95% شغالين عليها وشايفينها يعني، كنا شايفينها. يمكن احمد حلم بالميدالية الفضة دي قبل ما يسافر يعني، حلم انه خد فضة في ان هو بيتوج بالميدالية الفضية يعني، واحنا كنا متوقعينها. فالنهاردة احمد الجندي حتى حساباتنا احنا مع رئيس الاتحاد، يمكن ده رئيس استثنائي انا، يمكن هو انا ما بقولش اي كلام لي علاقة بالتملق خالص، الراجل يمكن يكون مش موجود حتى الفترة اللي جاية، بس هو حد استثنائي تماما يعني، حد محترف بشكل كبير عن كوادر كتير شفتها في مجال الرياضة يعني. فالراجل ده كان معانا في الملعب في تسخين احمد الجندي قبل السبق اللي هو السبق التاريخي ده يمكن بثلاث دقايق. هو حتى بيسالني انا مدرب الجري احمد يعمل ايه، قلت له المعادلات بتاعت احمد بتقول ان هو ان شاء الله يلم ال 55 سنه دول، احنا ان شاء الله يا ذهب يا فضه. وده اللي كان حاصل من اللفه الثانيه يعني، من اللفه الثانيه الناس كلها كانت متابعه ان احمد الجندي اول، وفي فتره جه فيها اول، بس هو اللاعب اللي هو خد ذهب ده احمد لم عليه فرق كبير جدا حتى ازيد من اللي احنا كنا حاطينه للجري عشان يقدر يلم على الناس دي، عمل رقم جديد بالنسبه له رقم شخصي يعني. بس اللاعب الثاني ده كان مرتاح يعني، احمد جاي له من مجهود عنيف جدا في الفتين الاولانيين، فاللعيب ده في الفينش عرف يفنش طبعا لانه عنده ريزيرف، عنده فائض، عنده احتياطي يحطه في الفينش يعني. فده اللي فرق بيننا وبين الميداليه الذهب يعني. حتى كلامي بقول لك ممكن مع رئيس الاتحاد مهندس شريف العريان كان ان احنا هنجيب يا ذهب يا فضه ان شاء الله يعني، الناس كلها مستبعده الموضوع مستصعباه، بقول لهم الناس كلها بتجري، بس انا عارف بالظبط احمد هيحط ارقام شكلها ايه، وان شاء الله يا ذهب يا فضه. بقولها من هنا احنا في مصر يعني، احنا هنجيب يا ذهب يا فضه. يمكن الناس بتتفرج على احمد وان هو جه من المركز ال 13 للتاني، وان هي ميداليه طبعا يعني، انا شايف ان هم من اعظم الدقايق في تاريخ الرياضه زي كده. ما انا فاكر كرم في اتينا كابتن كرم جابر، زي ما انا شايف الكومباين ده قدامي، يمكن كان احساس غريب وميكس في احساسنا واحنا واقفين كمدربين، لان احمد خلاص دخل في زون الميداليات في نص السبق. فانت متخيل احنا كمدربين واقفين بقى بنشكر ربنا وبنقول الحمد لله ان شاء الله ذهب او فضه، احنا وصل لنا احساس الميداليه قبل السباق ما يخلص خالص. احساس ميكس غريب ما بين الشكر وما بين انك بتدعي ربنا انه يكمل على خير، وما بين انك بتراقب السبق وبتدي له انستراكشنز معانا وهو بيجري. فكان الموضوع يعني مركب شويه، مشاعر كتيره يعني. واحنا فعلا ان شاء الله يعني متوقعين ميداليه في باريس وميداليات عالم في السكه من هنا لباريس، في الخطه من هنا لباريس ان شاء الله اكثر من ميداليه. والله يمكن رساله احمد الجندي تقدر تقول انا وجهتها له باكثر من شكل، فان هو يفضل شايف الميداليه قدامه، وان هو ما يحطش على نفسه ضغوط يعني. في فرق كبير جدا بين انك تحط على نفسك توقعات وضغوط الجمهور، وغير ان انت خلاص بقيت مطالب بالميداليه وان انت تبقى شايفها قدامك وشغال عليها زي ما حصل يعني. اهم رساله اوجهها له ان انت فكرك ما يتغيرش، وانا دي مش شايفها فيه، بس يعني من الحاجات لازم تتقال لاي رياضي بيجيب ميداليه، فكره ما يتغيرش، ما يبقاش عنده هدوء شويه في الشغل. لا يعني اللي اتعمل بمجهود 80% هيتعمل بمجهود 150% الفتره اللي جايه. العالم كله مركز معاك، العالم كله حاسب له حساباتك. يمكن دي شفناها في اللعب نفسه، الناس عايزه توقعه في اللمسات عشان ما يبقاش قريب منهم في الجري في المبارزه يعني.